أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسلنا وادا وركا صباحنا مي أعلن سيدة ميديا وار صباحنا ما قميسة قدبا حساسي أي ناصو صعدا فضلاً نلاتشوك حق حساسي حسين عايديد ويلكي عايديد الله نهاريستي او شاقي الرما حساسي او كساب سنها يدى النساء سلامركا سنة افكا فورتي وحا او يلي دولة فدرالك سوماليا قبي اهام بواي فشل متي حسين محمد فارح عايديد او كميدا مشرحين تساند كاني اسكو سو شرحي حلك مدحت نمدى سوماليا يا شاقي ان سوماليا اي فشلنتي ان كرسيقى حلبان كاللغو غلقاتو نس مليون دولار وان نظام كينا دمييي وانا سيد دني هدى حالك دل كانو كما ايمان ايو سيدان ايو يري حسين عايديد ايا شيغي حي ادى سردونك سوماليا اي نسا اي نساتي دولة دا قدر او دستورك سوماليا اي سمكو قرنين نسا قدر ايا سو سميساتي دستوركاني كما تالا ايو يري حسين عايديد او وريسي غاريسي اي تيفيه قبجوك وحا او شيغي ان دوان امي سوم اي سو جيدسي ان سوماليا لو ماريو سلمد اهي كون سغال بقل سغاشان اي اللبدي او لكينو عيدما هر له او كا امادا قرمدا مدوبي وحا ارين تاسي او سبب اه غوبالدي اي دولد دا دحي ايا اسكا هر يمد دولدي وحي فشلنتي مارين تي دورشدا سبب تو اه غوبالدا ايا كا هر يمد مركا قلافكو ماان تاوا سائد ايو يري حسين عايديد او اد مودد ان او امينكا سيفتا برنانكا سو ديكتي او نديار او يهي ان سيكتو سلولا دقالو مدحوينه وقتي كدعي يفاد ياسين سيدو كلاوحو قبا ان عشر ربضان لغا برتاي دورشدي لبكوني اللحي طبانكي اي دولدي حسن شيخ محمود اساقو شاقي ان لاعقا ايسان وحبة ترينين وكيلك قرامدي مدومي جيمس اسوام وحو تغي قدر سعودي عربية اي دمان دولدها عربة وحو نكو يري هل دولار كومبيحين كرتان دورشد صوماليا ارنتان مصو عن كرتو مركا ايو هذا الكيسة سير رعيي حسين عايديد ايا كوفاني انو كدا شاي قويس قراني مدى صوماليا وحبضان تري سيدو كلان مددي او حكومي دالكا او افر مليان او دولار كدي سي مدحتو ايدا صوماليا اساقا او باهان لا عكتاسي او سيدا او شاقي او قريو كدي سان كري سيكا سواها آتي حسين عايديد ايا رنتكا شاقي هاي ادى النسا ان سيبتو سلوغو مامولو دالكاسي قدر اغا جحيسدان اغان سار لليدا هاي ادى النسا مالنتي واعيدا صوماليات هاوين كيني اروكا الشباب ايي شاركو دو وطان دينا عكال اللبا كرسي او ميسان علوس او قو آمين دونا مستقبل كا قدiga حالين تا قلافات كا دورشو ينكا اي لدسي قدiga حالين تا قلافات كا دورشو صوماليا ايا وجه ايا تجابو ادك او حقيجين كرتا واحد نب احان قدiga او يهي اما او اساقا فوقين كارو حرير كالا روميسان يهي انو كالا دحيو فيلا صوماليا قدigaani ايا واحا هوريا لعب شوين بدن او كو ادن كوراس لبوبي حسياشي واحا سيگار اهي اشا لوغو هيا لبا كرسي او ميسان علوس او قو ان قادس دودا ايسان فوددين لبا داسي كرسي ايا كالا احب لحدن ايا تضبا ايا حب بقول يسا دحمد كا كوباد واكي لبوبي تلياكو ميلگار كاهي نسا ياسين فري او اه دقار قبي كان لواد واكيل لغا بوباي قدومية محمد عثمان جواري سيلا لو ماريي لبدا كرسي وحي عدين ونقضين اوود دمدح وينها وقتي كدعي فرماجو ايا سيلا او قعانتا اوغو هايو انتا بدن مامول كدورشار ياسين فري وانين او وطي جواري نوانين اي كغونيت انو ميشا كسارو حد قدiga دورشار وحا هورتا لسؤال ادك موحو اسكو حقيجين دونا انو هوستاقو فيلا سوماليا او مامولو فرماجو سيدا مركي هورو بلا رميسنا مساوحو عدين دونا انو يهي قدي مدح بنان او اوود ديسا سيگوني او مامولو هدي قدiga حالين تقلافات كا اي وحبا كمجران كسوقا دان عبشو ينكا لغا قد بيه لبداني كرسي وحي عدين او نخون دونتا انو سنجرين قدي حالين خلافات بلسي مشرحين تحلبان اي او دياشا بيلها اي لما عامليان قدي هوستاقا فيلا صوماليا منا دي عدونتو ان مردن بي عبشلو قد بيو سيكستبها اهاتي سلاسي ايانا لوغا امن بحيا قدiga قلافات كدودوب كاهي اي او فيلا صوماليا هوستك وطو فضلا دب او دا ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوك حساسيا ورر كدعي دوليتك مقالة مقدشي اسلاماركاسينا ارركا الشباب ايا اسكو دايا ان اي قدها كسمايو حوكو سوغلان اسلاماركاسينا مامول كجوبلان اي قبي احامبا لوريغان حبنا كاترسان ارركا الشباب ادو هبايسان ايا وحا اي ورر كو قادين سالليقا عيد مدى جوبلان اي كل ييهين ديغان كبارسان قوني او كيالا دوليتك مقالة كسمايو
ee gobolka jubbada hoose isla markaasina waxay doonayeen in ay gudaha u galaan magaalada Kismaayo dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhexmaray ciidamada maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab kaas oo si weyn saameyn ugu yeeshay deegaanka Baarsankuuni dadka deegaanka ahi ayaa ku waramay in uu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dagaalka sidoo kale intii uu socday ay soo wajahday cabsi ku aadan inay dhibaato ka soo gaarto dadka rayidka ahi ee halkaasi degan saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa dhankooda waxa ay warbaahinta u sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaasina khasaare xooggan ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee doonayay inay Kismaayo gudaha u soo galaan xaaladda deegaanka Baarsankuuni ayaa iminka degan waxaana goobta lagu dagaalamay oo laga ilaaliyo magaalada Kismaayo ku sugan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland oo aad u hubaysan aadna u qalabaysan si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay ururka Al-Shabaab isku dayeen in ay halkaasi soo maraan mar haddii halkaasi kasoo gudbaan waxay ay maamuli karaan gudaha magaalada Kismaayo amaba madaxtooyada Jubbaland oo Axmed Madow fadhiya ayay la wareegi karaan hase ahaatee ciidamada daraawiishta ayaa aad u hubaysan dhinaca kale taliyihii booliiska beledweyne oo xilkii laga qaaday iyo mid cusub oo lagu bedelay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidamada booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaashaanle maxamed qoorsheel isaga oo mid cusubna magacaabay wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ayaa waxaa taliyaha ciidamada booliiska beledweyne loogu magacaabay maxamed xuseen maxamuud duurdege isaga oo bedelay taliyihii booliiska beledweyne ee xilka laga qaaday gaashaanle maxamed qoorsheel sargaalka cusub ee la magacaabay ayaa horey uga tirsanaa hoggaanka ciidamada booliiska wuxuuna ka soo shaqeeyey gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya tallaabadani xilka looga qaaday taliyaha ciidamada booliiska beledweyne ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan magaalada beledweyne la filayo inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka isla markaasina amnigeeda ay sugaan ciidamada booliiska beledweyne iyo kuwa amisom si kastaba ha ahaatee taliyaha xilka laga qaaday ayay gebi ahaanba ka shakiyeen booliiska soomaaliyeed dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada boosaaso wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa sheegaya in weli xiisad xooggan ay ka taagan tahay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi taasi oo u dhexaysa madaxweynaha maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada BSF ta ila dadka deegaanka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyo hor leh xalay ilaa saakay ilaa maanta laga dareemayay magaalada taas oo ay wadaan ciidamada labada dhinac wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qoysaska qaar ay halkaasi ka barakaceen guryahooda kadib markii sii korortay cabsida laga qabo in halkaasi dagaal qaraar uu ka dhaco xaaladda ayaa ka sii dartay markii dani uu ciidamo hor leh ku daabulay gudaha boosaaso halka dhankooda ay dhufeysyo magaalada ka dhex samaysteen ciidamada BSF ta dhinaca kale waxaa isa soo daraya baaqida loo dirayo labada dhinac waxaana isimada Puntland oo shir ay ka yeesheen xaaladda boosaaso ay ku baaqeen in la wada hadlo xiisadani ayaa hal todobaad jirtay waxaana ay ka dhalatay markii uu Saciid dani xilkii ka qaaday agaasimaha hay-adda BSF ta isla markaasina u magacaabay agaasimo cusub BSF ta ayaa waxaa tababaray Mareykanka isla markaasina siiya mushaarkooda iyo qalabkooda waana ciidamo gaar ahi oo loogu talagalay la dirirka ururka Al-Shabaab iyo Daacish arrimahan ku soo kordhay iyo xaaladda qasan ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro xaaladda kala guur ahi iyo marxalad doorashooyin oo ay ka taagan tahay dood aad u xooggan ummadii hay'adda yowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay'adda mirtii dadnimadaha laga saaray ummadii hay'adda dandansadee lagu dul noolaado ummadii ninkii dililahay daba guclaynaysa ummadii wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii markii la isku diro lagu danaysaa ummadii dariiqay furtaba deyrka lagu gooy ummadii daqliga dhiibatay lagu dilowhay ummadii haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay eeda wucoogal ma dilateen war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beebeen hoo dacar hoostaalo iyo dana diktatooriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahay waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dulheesaahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.